حضور الروح الملكيين الكافرين في هذه المنطقة تعود جذوره إلى الجماعات المسيحية الأولى. بمبادرة من أبناء طائفتنا المقيمين في لبنان والمنتشرين، تأسست جمعية الروم الملكيين الكاثوليك العالمية سنة 2015 لخلق تواصل متين ومتبادل بين كافة المجتمعات الرومية الملكية من المشرق العربي إلى دول العالم والانتشار، وإعادة الروابط فيما بينها، وخاصة في هذه الأوقات العصيبة حيث الخطر الوجودي يتعاظم لا سيما في دول المشرق العربي. لقد حان الوقت أن تولد عائلتنا الرومية الملكية الكبيرة لتوثق انتماء أبنائنا مع الكنيسة الأم مهما أبعدتهم وفرقتهم القارات. نحن بانتظاركم نهار السبت الواقع في 5 أدار 2022 الساعة 6 مساء للقاء الأول الافتراضي بمباركة غبطة أبينا البطريرك يوسف العبسي الأول الجزيل الوقار، لكي نتعرف سويا على تراثنا الملكي من المشرق العربي إلى دول الانتشار كافة. بتواصلنا الدائم نثبت انتمائنا الملكي.